السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة Profit in World. في هذا الفيديو راح نشارك معكم إثبات سحب من تطبيق Get to Cash. هذا التطبيق الذي شرحناه سابقا راح نقوم بسحب منه 1 دولار ونرى كم مدة السحب أو كم سوف يدوم السحب حتى يصل إلى الحساب الخاص بنا على البيبال. كما قلنا هذا التطبيق يدفع على البيبال المفعل فقط، والحد أن السحب لأول مرة هو 0.2 وبعد ذلك يصبح 1 دولار. التطبيق صادق 100%، لا جدال في ذلك، فلكل شخص يريد أن يعمل عليه يعمل وهو مطمئن. شكرا ل 9280 مشترك على القناة، شكرا لدعمكم، شكرا لتعليقاتكم، لايكاتكم، واشتراكاتكم وكل الدعم الموجود على هذه القناة. راح نتوجه إلى التطبيق. بالنسبة للشرح مفصل حول هذا التطبيق تجدونه في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. إذا راح نذهب هنا إلى خانة السحب وراح نقوم بالضغط على خيار 1 دولار كما تلاحظون. هنا يقول لي أنه الفيس فيريفيكيشن حتى يقوم بتأكيد من الحساب الخاص بك، فضروري أنه يقوم بتفعيل الحساب الخاص بك حتى يعني تستطيع أن تسحب منه 1 و5 و10 وهكذا. مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم. حتى يتأكد أنه لهذا الشخص حساب واحد فقط، راح نقوم بالضغط على خيار Start، راح يقوم مباشرة بفتح الكاميرا، راح نقوم بالضغط على خيار Enable كاميرا بهكذا الشكل، راح نعطيه الصلاحية الأولى. كما تلاحظون الآن راح يفتح معي الكاميرا، راح يقوم بأخذ الصورة بهكذا الشكل، راح تقوم بالضغط على خيار أوكي الموجود في الأسفل، وبعد كذا بعدها راح تقوم بهكذا الشكل Please move closer. هكذا راح تقوم بتقريب الوجه الخاص بك إلى الصورة حتى يتم أخذ الصورة كاملة بنجاح. الآن بعد أخذ الصورة كما تلاحظون تم التحقق بنجاح. الآن راح نقوم بالضغط على خيار أوكي. الآن يقول لي أنه راح يتم التحقق، راح يتم تحقق في غضون دقيقة أو دقيقتين أو 3 دقائق. نحن سوف ننتظر مدة التحقق ونعود إليكم. كما قلنا يا إخوان في غضون ثواني فقط، 10 ثواني، 20 ثانية، 30 ثانية، تم الموافقة بنجاح أو الموافقة على الحساب الخاص بي. راح نقوم بالضغط على 1 دولار من جديد، يطلب مني الإيميل الخاص بي على البيبال في الخانة الأولى ثم في الخانة الثانية. راح نقوم بالضغط على خيار Agree. كما تلاحظون يقول لي الآن السحب راح يتم خلال 7 أيام عمل. راح ننتظر وصول السحب ونعود إليكم بهذا الفيديو. وكما تلاحظون السحب لم يتأخر كثيرا. راح ندخل على الرسالة. هنا الرسالة وصلت يعني يوم 6 مارس 2023، 1.36 دولار كندي. هنا من تطبيق Get to Cash كما تلاحظون. الآن راح نذهب إلى حسابي على PayPal، راح نقوم فقط بتجديد الصفحة بهكذا الشكل، وراح ننزل إلى الأسفل إلى غاية أن نجد المعاملة بهكذا الشكل كما تلاحظون. هنا وصول السحب كما تلاحظون 1.36، هنا يوم 6 مارس 2023، هنا ترانزاكشن اي دي، وهنا من تطبيق Get to Cash، وهنا القيمة التي وصلتني وهي 1.36 دولار كندي. وهذا هو إثبات سحب من تطبيق Get to Cash. نتلقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.